معكم بلال تحان 19 سنة لاعب جمعية السلوية لكرة السلة. اليوم جيت نعاود لكم القصة كيفاش بديت الرياضة. وانا صغير في هاد القاعة كان حط لي الوالد 4 البالونات، كان كرة الفولي وكانت كرة الهوند وكانت كرة الفوت وكانت كرة الباسكت. غير كرة الباسكت ما كانتش كتبان ليا بحال الكوار الاخرين، وكان هذاك هو الاختيار ديالي. واخا الوالد ديالي كان باغي نلعب كرة القدم مع الجمعية السلوية، حيت حنا عارفين كيفاش كانت الجمعية السلوية شحال هادي، كان باغي نلعب كرة القدم. من بعد الوالد ديالي ولا كيتقبل الفكرة ديال، ولا كيشوفني غادي مزيان في باسكت، كيشوفني كنخدم على راسي نهار على نهار في باسكت، كيشوفني باللي كنبغي ديك الرياضة بصح ديال الباسكت، وكان تيساندني نهار على نهار. انا محظوظ حيت انا كبرت وسط القاعة، حيت هادي هي البلاصة اللي كنرتاح فيها، البلاصة اللي كندوز فيها أكثرية ديال وقتي، الراحة ديالي كنلقاها هنايا. نقدر ما نلعبش باسكيت ولكن كنجي ندير شي حاجة أخرى هنايا، المهم خصني نكون هنايا. واخا أنا عندي الزهر كبرت في هاد القاعة، ولكن حتى شي حاجة بالنسبة لي ما كتجيب السهل. كنت كنخدم على راسي نهار على نهار، ديما داك النهار اللي كنت كنخدم فيه كانت تجبلي واحد الصوره ديال واحد خونا غيكون واحد النهار، وقريبه تكملي ديك الصوره بين عينيا واحد النهار. من تما بدات البدايه، ولا في عقلي غير داك البالون. كنجي من المدرسه كنلوح الشكاره بحكم الوالد كاين هنايا، كنهز ورد كنحل القاعه تنبقى نلوح كوره بحال الحمق. شويه الحلم غادي تيكبر، تتشي تدخل كيبان لك ماتش، كتولي تعرف شنو هو ماتش. حتى واحد النهار قلت انا واحد النهار خصني نكون تما في ديك التيران ويكونوا الناس يتفرجوا. وبقيت كنخدم على راسي نهار على نهار، والحلم بدا تيكبر في عينيا. حتى واحد النهار عيطوا لي وقالوا لي راك مكونفوكي مع السينيور. ديك الوقيته اول حاجه طاحت لي في بالي هي الحلم تحقق، حيت ماشي اي واحد كيهز التوني ديال الجمعيه السلويه. وكان اول ماتش عندي كنت دخلت ضروري شويه ديال ستريس، ضروري ما كتبغيش تطيح بالتوني، حيت قبل ما نلعب اصلا مع الجمعيه السلويه كان داك الحب ماشي غير كتلعب وكتحط التوني وتمشي، حيت كاين فرق. ماركيت 4 ديال 3 بوين، صافي وليت نحس براسي الحلم غادي يكبر. ملي بديت كنكبر في باسكيت بيان سور كيخص يكون عندك تبادله ديال الباسكيت، الصوره تيشيرتا، ولكن نوقفوا في هاد اللعيبه ديال ديال السبر ديال الباسكيت. واحد النهار كان مشى الوالد ماتش البال ولا ماتش، كان جاب لي ماتش شي تي ان، حيت انا عارف السبر ديال الباسكيت كيكون فيهم ديك اللعيبات ديال القاع وكذا. هو يجيب لي ديك التي ان وفرح، قال لي انا راه شريت لك واحد السبرديله ديال الباسكيت وكذا، وتين على نيتي ديك الساعه ما كنعرفش السبرديله ديال الباسكيت ودخلت لعبت بها ولعبت مزيان. ولكن كيفاش لعبت بها مزيان؟ حيت في عقلي انها السبرديله ديال الباسكيت. تال من بعد كتكبر كتعرف فاش كنتي عايش وشنو خديتي، وكتعلم بزاف الحوايج. كنتيق في الله وكنتيق في راسي وكنخدم على راسي، وما نبغيش لا دورت وجي نشوف بلال ديال البارح هو ديال اليوم. تحارب الا بغيتي تربح في اي حاجه، تقدر تربح تقدر تخسر، ولكن الا استسلمتي غتكون خسرتي من الاول. اي واحد كيتقاتل على الحلم ديالو ناخذ قدوه. اول واحد كنشكره هو الوالد ديالي، وبالنسبه لي اخر واحد هو الوالد ديالي. واخا ما كانش باغيني نلعب باسكيت، ولكن ملي شافني تنبغي ديك الكره ديال الباسكيت عطاني اكثر من داكشي اللي كان باغي يعطيني باش نلعب كره. بالنسبه للجمعيه السلويه كتب لي عطات بزاف الباسكت، وكتب لي فرقه اللي بدات من الزيرو، وكتب لي حقات بزاف اللعيبات اللي ما حقهمش بزاف الفرق، وشرفت المغرب بزاف البطولات الدوليه، وكتبقى العائله اللي كبرت فيها.